هنبدأ طبعا الأول جولة مرورية وبعد كده الطقس. وخلي بالنا النهاردة الجو حر شوية يعني، بقاله كام يوم كده. لا النهاردة في ارتفاع شوية في درجات الحرارة. على العموم هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعا بنبدأ من القاهرة تحديدا من شارع الموسكي اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية نسبية. هنفضل ماشيين لحد شارع عبد العزيز، وهناك هنلاقي برضو في كثافات مرورية، وهنكمل جولتنا لحد ما نوصل لميدان طلعت حرب. هناك في سيولة مرورية تبدأ تختفي لحد ما نلاقي بعض الكثافات قدام المتحف المصري. أما كوبري أكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس، فهناك هنلاقي كثافات مرورية تبدأ تختفي تدريجيا. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية دلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، هناك برضو هنلاقي كثافات بسيطة. وعند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لغاية طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية تبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدايق للي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات وكورنيش النيل للي جاي من المظلات، في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد. هناخد بالنا ان في غلق كلي وجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس، وده لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية. ودلوقتي هنستكمل جولتنا ونروح لشوارع الجيزة، وهنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد الطوابق. عند الطوابق تحديدا في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات. هنروح لمحور صفت فهنلاقي فيه كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم حركة السيارات هناك فيه بطيئة بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. كمان في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. المحور للقادم من أكتوبر فيه كثافات مرورية قبل الدائري، مستمرة الكثافات المتقطعة لغاية نادي الزمالك، بعد كده بتنتهي، وده طبعا بعد توسعه كوبري 15 مايو اللي عمل استيعاب شديد لحركة المرور. أما المحور المتجه لأكتوبر ففي سيولة مرورية. نروح للإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقا على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، وهنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. نروح لمحافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية مرورية بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 20 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكتر عن حالة الجو بس بعد شوية.